مشاهدينا الكرام، محييكم وارحب بكم الى حلقه جديده من مراسلون حول العالم، البرنامج الاسبوعي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع شركائنا الاعلاميين. في جولة اليوم وكالعادة سنأخذكم إلى مناطق مختلفة من العالم، بدءا من ميسوتو التي استطاعت بفضل إحدى المشاريع التنموية تأمين حاجتها وحاجات جيرانها من الطاقة والماء. ثم ننتقل إلى بنغلاديش لنتعرف معا على مبادرة شعبية في المناطق الريفية تهدف إلى توفير فرص تعليم لسكان قرى يعاني أبناؤها من الأمية، قبل أن نتوجه إلى المكسيك لنرى كيف يعتمد سكان إحدى القرى في غذائهم على الحشرات. البداية اليوم من جنوب القارة السمراء وتحديدا من مملكة ليسوتو، حيث تلعب المياه دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومن خلال الجهود المشتركة للسكان يتم استخدامها بطرق مستدامة. بفضل محطة جديدة لتوليد الكهرباء لم تعد ليسوتو تتمتع بإمدادات مضمونة من الطاقة والمياه النظيفة فحسب، بل أصبحت بمقدورها مد جارتها جنوب إفريقيا بالمياه النظيفة أيضا. قصة نجاح يرويها لنا ميليتاديس شميت. تقع قرية مابيلينغ في مرتفعات ليسوتو، ويسكنها نحو 600 شخص يعتاشون من تربية الماشية ومحاصيل حقولهم الصغيرة. ورغم أن القرية تقع في الجبال إلا أنها مقفرة رغم هطول الأمطار بكثرة. لا توجد طرق معبدة، وتعد الخيول أو الحمير أهم وسائل نقل سكان القرية. أسفل القرية توجد أكبر بحيرة في ليسوتو. المنظر لم يكن هكذا دائما، ففي السابق كان نهر صغير فقط يجري في الوادي. منذ منتصف التسعينيات يسد جدار بارتفاع 185 مترا الوادي أسفل مابيلينغ، ويعتبر سد كاتسي جزءا من مشروع مياه معقد. وتزود البحيرة التي يبلغ طولها 50 كيلومترا جنوب أفريقيا المجاورة بالمياه النظيفة وليسوتو بطاقة كهربائية رفيقة بالبيئة. هذا المشروع ناجح لأن ليسوتو بلد غني بالمياه، فالأمطار تهطل بكثرة والمياه تتدفق من الصخور. من أنهار وجداول عدة تندفع المياه إلى الوادي لتغذي نهر أورنج أكبر أنهار جنوب القارة الأفريقية. كما تزود بحيرة السد منطقة غاوتينغ التي تضم مدينة جوهانسبرغ المليونية. ونظرا لهطول كمية قليلة من الأمطار في تلك المنطقة، تضطر جنوب أفريقيا لشراء المياه من جارتها ليسوتو. في مركز التحكم بالسد يتم تنظيم المياه وإدارتها بشكل صارم. لا يجب ترك الأنهار الموجودة أسفل السد تجف، فهذا له عواقب وخيمة على النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرى بحاجة إلى الماء لصناعة الطوب، ولذلك لا يمكننا ببساطة وقف تدفق المياه. تعمل ليكتسينغ موتيبي في المؤسسة المشغلة لسد كاتسي، ويعد الماء من أهم صادرات ليسوتو التي تعود على هذا البلد الصغير بإيرادات لا بأس بها. أهم فائدة لليسوتو هي أننا ننتج الطاقة الكهربائية للبلد بأسره قبل أن تذهب المياه إلى جنوب إفريقيا، إضافة إلى أننا نحصل على مبلغ يقدر بحوالي 1.3 مليون يورو شهريا من جنوب إفريقيا مقابل المياه التي نرسلها إلى مقاطعة غاوتينغ. نرافق أحد المهندسين في جولة استطلاعية للبحيرة. يشرح تابيسو كولاني الجانب التقني لهذا المشروع على مدخل نظام أنفاق يمتد عدة كيلومترات. هذا هو برج إدخال المياه، وهنا يبدأ النقل الفعلي للمياه. يبلغ طول البرج 100 متر. تحتنا يوجد النفق الذي يربط البحيرة بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية في مويلا، وهي تولد حوالي 72 ميجاوات من الكهرباء لبلادنا. تتدفق المياه عبر نفق بطول 60 كيلومترا يمر تحت الجبال. هذا النظام يستخدم انحدارا طبيعيا ويوفر بالتالي الطاقة. على المرء أن يقطع ضعف هذه المسافة على الأقل بالسيارة لتتبع مسار المياه تحت الأرض. هذا هو مكان عمل تشاباني تشاباني. إنه يعمل منسقا لوردية العمل في محطة مويلا للطاقة الكهرومائية.
تعمل المحطة على مدار الساعة لأن ليسوتو تحتاج إلى الكهرباء. تشاباني يقوم بجولته المعتادة ليصل إلى غرفة التوربينات الكبيرة التي تشغل مولدات الكهرباء. المكان هنا رطب ودافئ. هذه المحطة توفر لليسوتو شبه اكتفاء ذاتيا من الكهرباء النظيفة تماما، فلا وجود لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضار بالبيئة، وهذا سيبقى كذلك. تبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 72 ميجاوات، لكننا حاليا بحاجة إلى ما بين 50 و 60 ميجاوات إضافية. إذا قمنا ببناء نفق ثان ومحطة كهربائية أخرى مثل هذه، فعندها ستنتج ليسوتو كهرباء أكثر مما تحتاج. يتدفق 30,000 لتر من المياه في الثانية من ليسوتو إلى جنوب إفريقيا، لأن الصناعة والسكان هناك في حاجة إليه. أحد مستقبلي المياه هو إقليم إمفوليني الذي يبلغ عدد سكانه 1,000,000 شخص تقريباً. تسعى حكومة جنوب أفريقيا لتحويل إمفوليني إلى مثال على إدارة المياه المحلية، لذلك ينتشر السباكون في هذا الإقليم لأن نحو 60% من المياه القادمة من ليسوتو تذهب هباء بسبب الصنابير المثقوبة والأنابيب المعطلة. تمول هذا المشروع الذي تبلغ كلفته حوالي 1,000,000 يورو شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ويقدم فيه خبراء ألمان الاستشارة والمساعدة. هناك الكثير من الثقوب في أنابيب المياه، وهذا هو أكبر تحدي نواجهه. يجب علينا أن نعمل على مدار الساعة يوميا لسد كل هذه الثقوب، لأن سياسة البلدية هي توفير كل نقطة ماء وسد أي تسرب على الفور. وإذا كان الوعي موجوداً فإن جنوب أفريقيا ستوفر الملايين التي كانت ستنفقها على بناء السدود. الاستعمال السليم للمياه يحمي المناخ أيضاً، لأن السد الكبير في جبال ليسوتو هو أيضاً مصدر لطاقة نظيفة لن تفنى قريباً. تعاني بنغلاديش من معدلات مرتفعة من الأمية وتحتاج لتوفير فرص تعليم جيدة لأبنائها، لكن طلاب المدارس الثانوية في المناطق الريفية مضطرون في كثير من الأحيان لتخطي عقبات كثيرة قبل الوصول إلى مدارسهم. لذلك قامت 9 قرى في منطقة ماداريبور بمبادرة شعبية من أجل تأسيس مدرسة لأبنائهم. تقرير صخوة ليتون مراسل قناة إي تي في. ربما تعتقدون أنهم يطرقون الأبواب لجمع الأرز لبرنامج اجتماعي محلي، ولكن الأمر ليس كذلك، فهذا المشروع يخدم قضية كبيرة من خلال جمع الأرز لدعم معهد عال اسمه ABC K College. تبعد جامعة ماداريبور من هنا حوالي 20 كيلومترا. علينا الذهاب سيرا على الأقدام أولا، ثم نستقل عربة صغيرة، بعدها نأخذ الحافلة، ثم نتابع سيرنا على الأقدام أو نركب عربة صغيرة. شكلنا لجنة وقررنا بناء معهد عال هنا. لم نستطع تأسيس المعهد لوحدنا، لذا يساهم القرويون بالتبرع بالأرز. هذه الخاصية كان لها تأثير إيجابي على المعهد الذي تأسس عام 2006 في منطقة ماداريبور، واسم المعهد يدل على الأحرف الأولى من اسم القرى التسعة التي ساهمت في بنائه. الجميع هنا يدعم المعهد بالتبرعات المادية أو العمل العضلي أو بأي طريقة أخرى، فالكل يفكر دائما في المعهد. حسب القانون يجب أن يدفع كل طالب رسوم التسجيل، ومن لا يستطيع نساعده من أموال تبرعات السكان المحليين ونادي الشباب. في البداية كان هناك 86 طالبا فقط، والآن أصبح عددهم أكثر من 250 طالبا، بالإضافة إلى 11 مدرسا. وصحيح أن هناك مشاكل في قاعات المحاضرات والمرافق، ولكن كل الطلاب يجتازون الامتحان النهائي. نتائجنا أفضل من المعاهد الأخرى في المنطقة، فنسبة النجاح لدينا 100%.
تعامل المدرسين معنا جيد جدا ويشجعوننا على تحقيق نتائج جيدة. أقوم بتحضيرهم لأهم أسئلة الامتحان وأحاول إتمام الدروس في القاعة، وفي الامتحان المركزي يحققون نتائج جيدة. هناك أيضا مساكن للطلاب من أجل تحسين مستوى التعليم. بنينا مساكن للطلاب لتحسين ظروف الدراسة، لقد كانت هذه أهم خطوة. رغم أن معهدنا أحدث من المعاهد العليا الأخرى في المنطقة، ولكن مستوى التعليم فيه جيد جدا. رئيس المعهد يهتم بنا كأننا أبناؤه، وهو يسهل الدراسة علينا كثيرا. الفضل في وجود المعهد يعود إلى مساعدة سكان هذه القرى التسعة، فليس هناك أي دعم من الدولة حتى الآن، ولكن دعم ومحبة السكان تشجع على المتابعة. نفكر دائما كيف يمكن لأطفالنا الاستفادة من تعليم أفضل ويكون مستقبلهم أفضل. الجميع في هذه المنطقة يرحب بنا ويساعدنا في حل مشاكلنا. نقوم بجمع الأرز بحضور أعضاء اللجنة. فريق عملنا يجمع الأرز ويبيعه في السوق، ومن العائدات ندفع رواتب المدرسين. هذا هو نادي نابايا غارتا للشباب. بعض أعضاء النادي استطاعوا تحقيق أحلامهم من خلال هذا المعهد العالي. بعض السكان ساعدوا من خلال عملهم، فالبعض قام بحفر الأرض وآخرون تبرعوا بالخشب أو الخيزران، وغيرهم قدموا لنا الحديد لبناء السقف، وهكذا بنينا المعهد. آمل أن يكون المعهد قادراً على منافسة الجامعات الشهيرة مثل جامعة دكا أو جامعة نوتردام وتأهيل شباب بمستوى تعليمي جيد. كان كثيرون لا يتابعون دراستهم بعد الثانوية، ولكن نسبتهم انخفضت الآن. الجميع هنا يكن لنا المحبة والاحترام. هذه المؤسسات التعليمية الفريدة في قرية صغيرة أصبحت مثالاً يحتذى به في البلد كله، ولكن بالإضافة إلى مساعدات السكان هناك الآن حاجة لدعم الدولة حتى يكون المعهد قادراً على أداء مهمته ونشر العلم. ومن تحديات المناطق الريفية في بنغلاديش إلى تحديات المدن الكبرى في روسيا، حيث من النادر أن تجد ساحات مخصصة للعب في الهواء الطلق. ولذلك بدر مهندس شاب في موسكو ببناء ساحة لعب خشبية مستوحاة من التراث الروسي. رحب كثيرون بساحة اللعب وأحبها الأطفال، لكن بعض السكان يقولون إنها لا تراعي معايير السلامة ويريدون إغلاقها. داريا بوشكوفا كانت هناك وأعدت تقريرا لقناة روسيا اليوم، نتابع. هذا المكان كأسطورة روسية. بابا ياغا الساحرة العجوز تعيش هنا في هذا البيت، والطائر الهولندي هبط للتو، والمراجيح الغريبة للأطفال الذين تعلموا المشي للتو أيضا. ولكن من يقف وراء ذلك؟ أنا أيضا أب لثلاثة أطفال، وأردت أن أوفر لهم فرصة لتحفيز مخيلتهم. استغرق الأمر 4 سنوات لإنشاء هذا الملعب من الخشب وجذور الأشجار، وقمت بهذا التصميم الخارجي الخشن عن قصد ليتخيلوا أنهم في غابة حقيقية. 4 سنوات من العمل اليدوي، والآن فجأة هناك فضيحة، فبعض السكان يزعمون أن المكان ليس آمناً بما فيه الكفاية، ولهذا فهم يطالبون السلطات المحلية بإغلاقه. تلقينا عدة شكاوى من السكان تفيد بأن الملعب لا يلبي معايير السلامة. علينا الاهتمام بهذه الشكاوى. مؤيدو أندري يرون أن سبب الشكاوى هو أن بعض الناس هنا لا يحبون الأطفال، فالملعب أصبح مرغوبا فيه وهناك إقبال متزايد عليه. أين يمكنهم اللعب إذن؟
نحن نقيم في مكان بعيد قليلا، ولكننا نحب هذا الملعب ولا نستغني عنه. ليس لدي أي مخاوف بشأن سلامة أطفالي. أعتقد أن المعدات في الملاعب الأخرى بنفس الخطورة أو ربما أكثر. في كل الأحوال يجب مراقبة الأطفال. لم نعد نطيق الملاعب الأخرى، فكلها متشابهة وتخلو من الخيال. يتزلج الأطفال 10 مرات على نفس المزلاج، وماذا بعد؟ في حين يمكنك هنا التفكير في العديد من الأدوار. هذه السفينة مثلاً، الأطفال يشكلون مجموعات ويتقمصون أدوار مختلفة مثل القبطان والبحارة. هذا الملعب لا يجذب فقط الأسر من المنطقة المجاورة، بل من جميع أنحاء موسكو، وهم يؤكدون أنهم مستعدون للدفاع عنه ضد مناهضيه. اعتاد الروس على وجود ملاعب الأطفال في معظم الساحات، ولكن عيوبها واضحة حتى لغير مستخدميها. هناك بعض الأماكن القديمة التي تبدو خطيرة جدا، على سبيل المثال العجلات الدوارة الإسمنتية التي يمكن للأطفال المشي فوقها، ومعظم الأجهزة حديدية. سلامة الأطفال تعتبر المعيار الأكثر أهمية، ولكن القانون لا يضمن ملاعب آمنة 100%. وفي واحدة من أكثر الحوادث المروعة في الفترة الأخيرة، توفيت فتاة في 25 عمرها إثر إصابة ناجمة عن الأرجوحة التي لم تكن تلبي معايير السلامة. في الوقت الراهن يعتمد نظام السلامة على توصيات فقط، ما يعني أن توثيق سلامة المعدات يبقى أمراً طوعياً، وهذا غير معقول. بالمقارنة مع باقي مناطق روسيا حيث تنتشر المراجيح الصدئة والدوارات المكسورة، تعتبر موسكو أفضل بكثير، ولكن البحث عن المسؤولين عن هذا الوضع ليس سهلاً. ينبغي أن تتحمل السلطات المحلية المسؤولية، ويفضل توفر مراقبة بالفيديو ونظام إنذار. ولكن هذا قد يستغرق وقتاً طويلاً، وفيما يتعلق بالمملكة الخشبية في واحدة من ساحات موسكو، فقد غضت السلطات الطرف عنها مرة أخرى، وذلك بعد وعد بإصلاح شامل يلبي معايير السلامة، وتأمل الأسر المجاورة في أن تحمي الروح الروسية هذا المكان المميز من الإتلاف. يعاني مئات الملايين من البشر في العالم من نقص في المواد الغذائية، ونظراً لأن الحشرات مصدر هام للبروتين والمعادن، فإن الأمم المتحدة ترى أنه يمكن أن تكون حلاً لمشكلة الجوع في العالم. وبالفعل يعتمد حوالي 2 ملياري إنسان حول العالم في غذائهم على الحشرات، من بينهم سكان قرية سان خوان رايا في جنوب المكسيك، حيث تعد خنفساء كوكوباش الضخمة أحدى وجباتهم المفضلة. المزيد في تقرير فرناندو ميندوزا. وجدت الأمم المتحدة سلاحاً جديداً لمكافحة الجوع، الحشرات الصالحة للأكل التي تزحف أو تطير الآن في مكان ما. ويوضح تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو أن 2 ملياري إنسان في العالم يأكلون الحشرات بسبب ارتفاع محتواها من البروتينات والمعادن، ولهذا أثر إيجابي على البيئة أيضاً. نحن هنا في منطقة سان خوان راجا على اسم القديس يوحنا الشفيع الذي نوقره في هذه المنطقة، وراجا أي الحدود، لأننا متاخمين لأوهاكا، ونحن نقف هنا في الطبيعة ونرى كل ما تقدمه لنا. هنا في هذا المكان القاحل في منطقة زابوتيتلان في بويبلا، ما زال السكان يأكلون الحشرات مثل ما كان الأجداد يفعلون. هذه هي خنفساء كوكوباتشي، حشرة ذات مذاق خاص جدا تنتشر في أشجار الغاف. ووفقا لمنظمة الفاو، فإن الحشرات لا تنتج سوى نسبة قليلة من الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، ويمكن أن تكون مفيدة للزراعة. هذه خنفساء الكوكوباش فوق أشجار الجاف، وخنفساء بهذا الحجم يمكن أن تؤكل، يمكن أن يأخذها المرء لطهيها أو قليها، ومن يرغب في طعم حار يمكن له زيادة الفلفل الحار أو الصلصة. (تصفيق)
إنه منتج حيواني يمكن الاستفادة منه، منتج جيد علينا الاهتمام به كثيراً. ومع ذلك توجد في ثقافتنا الحالية حالة رفض لهذا المنتج لشعورنا أنه مقزز. موسم الكوكوباتشي أو الكوشامانس في شهري أبريل ومايو، حيث يكون حجمها حوالي 5 سنتيمترات، ويمكن تناولها مع الفواكه أو الأطباق الغريبة من المنطقة. هنا على الطاولة نرى بعض المواد الغذائية التقليدية من سان خوان راجا. هذا عصير فاكهة التنين البيتايا البرتقالي أو الأحمر. هنا فواكه يمكن استخراج الجيلاتين الشهي منها. نقسم الفاكهة من النصف ونستخدم القشرة كأطباق. ولدينا أيضا البولكي أو عصير الصبار المخمر. هذه الحشرات غنية بالنحاس والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم والزنك وبالألياف أيضا. مع ازدياد الاضطرابات في المدن المصرية وغياب نهاية لها في الأفق، يعاني قطاع السياحة بشكل كبير جراء ذلك، لكن هناك سياح يفضلون هذه الشواطئ الفارغة والأسعار الرخيصة لقضاء عطلة هادئة على ساحل البحر الأحمر الذي يعتبر واحدا من أفضل مناطق الغوص في العالم. وبعيدا عن القاهرة يشعر الزوار بالأمان، كما أن بعضهم يشعر أنها وسيلة لمساعدة المصريين. أنيا كوخ والتقرير التالي. إنه عالم ملون مختلف تماماً هنا في أعماق البحر الأحمر. شعاب مرجانية، أخطبوط، وسمكة التنين. هذا التنوع هو ما يجذب محبي الغوص إلى أعماق البحر. تعد سيناء جنة الغوص، ويعتمد قطاع كامل على الغوص. وفي المناطق السياحية مثل دهب يقدم الكثير من منظمي الرحلات السياحية دورات لتعليم الغوص. الغوص هنا جيد جدا للمبتدئين وللمحترفين، ومن السهل القيام بدورات تعليمية هنا لأن الرؤية واضحة جدا. من النادر أن تجد هنا أي أمواج، والمياه هادئة كما في حوض سباحة. هذه الظروف تشجع حتى الغواصين الهواة، وبعض مواقع الغوص في سيناء تعد من الأفضل في العالم، وهي معلومة يتناقلها السياح في جميع أنحاء الدنيا. الحياة الموجودة في أعماق المياه رائعة، هناك الكثير من الأسماك، وكل منطقة غوص تبدو مختلفة. لقد غصت مرة واحدة في البحر الأحمر. أنا أغوص فقط منذ 6 أشهر. جئت لقضاء عطلة هنا، وأنا هنا الآن منذ 2 شهر وأغوص باستمرار. السياح مهمون بالنسبة لمصر، فهم يوفرون فرصة عمل لواحد من كل 8 مصريين. ومنذ قيام الثورة في عام 2011 يخشى بعض الأجانب القدوم إلى مصر، فهم لا يرون صور الأسماك والبحار الرائعة، بل صور المتظاهرين والاحتجاجات والعنف. وفي هذا العام قل عدد السياح بحوالي 10 ملايين سائح عن العام الماضي، لكن الوضع يتحسن الآن. لا في شغل، يعني في ناس، ومعروف يعني ريتسي بيجوا ناس من كل البلدان، من أمريكا، من أوروبا، من روسيا، من آسيا، من تشاينا، يعني على طول شغالين. لا شغل كويس يعني، بس يعني مش زي قبل الثورة، يعني الشغل ريح شوي، يعني 50% مثلا، 60% ريح. سيناء محظوظة، فهي بعيدة عن القاهرة المضطربة. في مدينة دهب التي تعد جنة الغوص يشعر السياح بالأمان، وبعض السياح يعتبرون اختيارهم لمصر كمكان لقضاء العطلة هو طريقتهم لدعم المصريين في هذه الظروف. عدم المجيء إلى هنا ليس فكرة جيدة، لأنه لا يساعد السكان، وفي كل الأحوال المشاكل سياسية وليس لدينا تأثير كبير عليها. قريبا سيعود السياح إلى سيناء بأعداد كبيرة مثل ما كان الحال قبل الثورة، لكن عشاق الطبيعة سعداء بهذا العدد القليل من السياح، وهم يقولون
إن الاستراحة خلال هذه السنة كان لها أثر جيد على النظام البيئي الذي تحسن جدا، فالشعاب المرجانية نمت والسمك تضاعف. وكثير من الغواصين يجدون أن أعماق البحار في دهب أصبحت الآن أجمل. بهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم. أما الآن فأترككم مع هذه الصور، لحظات ممتعة وإلى اللقاء.